يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم في درس اليوم عدم جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته، أي نعم. وقد أشكل هذا علي مع جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو بتوسل، التبرك ما هو بتوسل، هذا طلب للبركة بمن فصل من جسمه، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، مبارك، والذي ينفصل من جسمه عليه البركة موجودة، خلاف التوسل هو توسيط للرسول في حاجتك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيه فرق بين التبرك بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم وبين التوسل بدعائه. نعم.